الكباب النهارده احنا حطينا له بيكنج باودر وحطينا له نشا، حطينا له ملح طبعا وفلفل، وحطينا له بصل وكمان بقدونس، واهم حاجه الدهن. كل كيلو من اللحمه بنحط له 250 جرام من الدهن، وبتطلع معاكم جربوها محدش يستغرب من النشا والبيكنج باودر. كباب مشوي بدنا 3 ارباع كيلو لحمه مفرومه ناعمه، ربع كيلو دهنه، بدنا معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوب بقدونس، ربع كوب نشا، ملح وفلفل، معلقه كبيره بهارات اللحمه، اسياخ خشبيه، قطعه فحم، سلطه طحينيه للتقديم، وكمان بدنا خبز للتقديم. طيب شوفي انا هي الدهنه مبدئيا دي اول حاجه لازم نجيب كل كيلو من اللحمه المفرومه لازم نحط عليه ربع كيلو من الدهن. أوكي. تمام. طب سؤال، هاي لحمه خروف طبعا؟ حتى لو مش لحمه خروف بالله بظبط، يعني حتى لو مش لحمه خروف حطي عليها دهن، بس هي طبعا لحمه الخروف احلى، بس طبعا هي طبعا بس بتنفع بالاثنين. وبعدين لو استعملتي لحمه عجل وحطيتي عليها اللي هي بتطعم شويه معاكي. طيب احنا دلوقتي عندنا هنا اللحمه، طبعا مش هنقدر نحطها كلها فهنحط جزء كده. انت بدك تحطي اللحمه هون لازم هناخد دلوقتي دي، ده هناخد كميه الدهن اللي عندنا هنحطها هنا. هو بيتعمل كده، فيعني حد بقى يقول الدسم مش ده، هي بتتعمل كده. اي حد عايز يقلل دسم. اي حد حابب يقلل بيقلل، بس احنا هنعملها زي ما هي المفروض بتطلع، او ياكل شقف، الشقف عاده اقل دهنتها يعني. فهنحط دلوقتي بيكنج باودر وهنحط نشا. ايوه، النشا ليه بقى؟ النشا بيخليها متماسكه، يعني بيخليها تمسك معاكي ما تفرطش ابدا. انا ما كنت اتخيل انه بنحط لها دول التنين. هنحط النشا. كل الحاجات عمالين نستعملها من الكسيح لغايه دلوقتي، الملح والفلفل والنشا. مظبوط، من الكسيح. ايوه. طيب هنحط هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده عندنا بس البهارات، هنحط شويه بهار. عايز ما يعني هو ما بيضافش عليها اكتر من كده. طيب عندنا بصله هناخدها نحطها كده هنا بمحضره الطعام، او بنبشرها زي ما انتوا عايزين. هناخد البصله اللي عملناها كده، يا بشر يا بالطريقه دي، وهنيجي هنا في الطبق بتاعنا وهنعصرها. هنعصر البصل، وهاخد اللي فضل ده هحطه على اللحمه. تمام، هنعصر البصله كلها كده. شوفي هاي الاكلات لما تنعمل بالبيت قد ايه نظيفه، شوف بتعرفي ايش عم بتحطي. وناخده برضو نحطه عليها. هناخد بقى كل الخلطه بتاعتنا دي وعلى محضره الطعام. هحط دلوقتي اللحمه بتاعتنا بقى كده هنا، ونبتدي نحرك المكنه بتاعتنا. ايوه، عندنا هنا الاسياخ الخشبيه، هناخد ميه البصل بنحطها كده في ايدينا، بدل الميه العاديه بنحط ميه البصل. ايوه، وهنمسك كباب كل شيء. ما شفت ان انا بمسك بالايد دي؟ تصدقي لا، يعني انا لازم بقول لك ايه، امسكي بالايد. شايفه؟ هناخد دلوقتي الكباب اللي عندنا، شايفين ازاي اتفرم وبقى اللي راحت خالص مع اللحمه، وهنبتدي نصبع. لو حسيتوا ان الكباب شويه طري، معلش بنحطه في الثلاجه نص ساعه. أيوة. لغايه ما يتماسك شويه، خلاص بنعمله بقى بهذا الشكل. هناخد قطع الكباب بتاعتنا وهنحطها في صينية، وهناخد الصينية بتاعتنا هنحطها في الفرن على درجة حرارة 210-220، يعني درجة حرارة عالية. دي قطع الكباب بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفينها. في الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة
220 مثلا، عاملينها على 220 وهنحطها كده ونستنى عليها لغايه ما تتشوي. طيب انا هاخد دلوقتي الطحينيه اللي عندنا. ايوه بهذا الشكل، بس احنا حطينا كتير. يلا معلش بيفضل زاكي طبعا، وهحط عليها بقى شويه. بس بالله ورجيهم قوام الطحينيه غاده، اهي شوفوا كيف القوام قد ايه حلو، قوام زي الكريم طلعوا احلى بالظبط زي الكريمه الثانيه اللي تيجي بتبقى محجره كده محجره فعلا، وعم تحفريها حفر لا وعشان تطلع اللي بقاع الهاي بالزبط. بدلة يعني. طيب هحط دلوقتي بس شوية ملح. شوية ملح، عايزين نحط تنتوفة فلفل، ممكن طبعاً. نحط شوية فلفل، يعني أنا كده ملح وفلفل من الكسيح. أوكي. برضو ملح وفلفل وطحينية من الكسيح. طيب هناخد دلوقتي المية بقى ونبتدي نزود مية. أوكي. تمام. هحط بس ليمون دلوقتي انا هنا على الطحينيه اللي عندنا. يلا هنحط دلوقتي الطماطم، بقدونس. يا جماعه بس عايزين نقول انه يعني كل واحد بيعمل كل اكله بطريقته. انا يعني يعني في ناس بيحبوا يحطوا مثلا كمون، في ناس بيحبوش يحطوا كمون، انا هحط رشه كمون. فعايزين تحطوا فلفل حراق حطوا، مش براحتكم. عايزين براحتكم مظبوط. انا دي الطريقه اللي احنا بنحب يعني بحبها.